اول شيء احنا في ديرتنا طبعا. انا الان في شط العرب، ابعد عن بيتنا في الجهره ابعد بالضبط ساعه وعشر دقائق ما شاء الله. انا بوسط بيتنا ما شاء الله. انا بقول كلمه من القلب، ايه؟ انا صار لي يومين في البصره، نعم. من مباراه افتتاحيه ومباراه الكويت، اقسم بالله الكرم والشجاعه والطيب والمرجله يا رجل. في بعض الايام بعض الشغلات نحلف على شخص يقول له، يقول تكفون معي تجون العشاء، وشايب ينزل بالشارع ويوقفنا ويقول تعالوا واعزمكم على البيت. الحين احنا موجودين معانا ناس اخواننا من العراق مستضيفينا، صار لهم 3 ساعات من قهوه المطعم العشاء وصفطونا هنا ودخلونا شط العرب. قسما بالله العظيم ان اكثر من الامن اللي قاعد نشوفه والامان والطيب والمرجله ما فيه. انا اقولها وتحاسب عليها قسما بالله، اخوكم من اعلام الكويت، وانا شخصيا جايب سيارتي مع اخوي ابو جاسم. والله العظيم، والله العظيم كلمه حق اقولها من القلب وتحاسب عليها امام الله، ان اطيب شعب شفته في حياتي هو الشعب العراقي. ما شاء الله والله العظيم. اي والله يا ابو العراقيين ايش تسمع هذا الحج كله ما سمعنا. وانا والله ارفع عقالي لهم، والله العظيم ارفع عقالي لهم، والله العظيم مرجله وارفع عقال لكم كلكم. والله اللي شفته من العراق وشعب العراق قسما بالله. شوف في كلمه دائما نقولها، اللي يعطيك الكرم من قل، يعني ممكن الكريم يكرم يكون عنده ويكرم، لكن اللي ما عنده ويكرم هذه اكبر صفات الشجاعه والمرجله. والاخوان الموجودين كرم شجاعه. شوف والاخوان الموجودين، الامام علي شو يقول؟ الكرم شجاعه. وانا اقول قسما بالله شفت الكرم باهل العراق الموجودين، والله العظيم. اي والله، وانا اشكركم واقول الكلمه هذه من القلب قسما بالله. ولا حسيت دقيقه اني انا برا الكويت، انا دائما قاعد احس اني في بلدي. لا شوف كلمه اقول لك اياها قسما بالله تحاسب عليها، واعيدها مره ثانيه، اللي قاعد يسوونه الشعب العراقي وهني في البصره شيء مو طبيعي. يعطونك وهم من قل، فما بالك لما يكون عندهم. انا اقول كلمه من الاخير قسما بالله ما نوفيكم حقكم، وانا اقول حق اخواني بالكويت والخليج تعالوا راح تشوفون اجواء. انا رحت كاس العالم وحضرت النهائي وقبل النهائي، ما شفت هاي الاشياء هنا. ما شفت ملعب الميناء اللي شفته يواكب ملاعب كاس العالم، والله العظيم. وايد كلام من اعلامي رايح وشايف. نعم انا حضرت في ملعب النهائي في لوسيل، انا اخوكم وائل الصقري من اعلام الكويت، حضرت النهائي من قبيلة عنزة، حضرت النهائي. والنعم. اي والله حضرت النهائي وحضرت هني، اللي قاعد اشوفه هني والله مرجله. انا بقول رساله حق بعض اللي راح تقولون، اللي يقول ناس سرقوني وهالكلام، قسما بالله اني سيارتي انا رنج والله هم لك الحمد، وصافطه هني بالشارع ولا حد يقرب له، واطلع معاي فلوسي واتمشى، ما شفت الا الناس اللي تزيد ما تنقص. كل الكلام اللي يقولونه من الناس هذا اشاعات مو كلام صحيح. الكلام الصحيح انه في مرجله وفي طيب وفي كرم موجود في العراق. والله العظيم اني ما ابي ارجع، وانا الحين 20 يوم راح اكون موجود، لكن اقول وارجع واقول والله العظيم هذا الشعب هو اللي قاعد ينظم البطولة، ما هو اللجنة المنظمة، هو اللي ينظم البطولة وراح ينجح البطولة، وراح نرجع احنا مثل قبل. اللي بيننا وبينكم ساعة، بين العراق والكويت راح تكون ساعة، وراح ترجع الأيام السابقة اللي كانوا فيها شيابنا وجدي وجدك والناس اللي كانوا يقعدون الصبح في البيت والعصر في البصرة. إن شاء الله جيك والعصر. كلامنا مو بس البصرة، البغداد وكركوك وأربيل، أنا أتكلم مو أهل البصرة، أتكلم كل أهل العراق. والله وقفنا قبل شوي واحد كبير بالعمر في فوق 60، وقفنا وقف الشارع قال لا تتقهوى عندنا. هذا شيء أنا عندي كلمة قال لي إياها المرحوم أبوي، المكبور ما ينرد. وانا رجال شايب لما وقفني وانا على ضيافته الحين، واقول لكم كلمه كلكم على راسي عقالكم. والله اي والله، اي والله، اي والله حبيبي بعد راس، بعد راس الله يحفظك. احنا ان شاء الله يحفظك. والله الكلام اللي قلته قليل بحقكم، قسما بالله الكلام اللي قلته قليل بحقكم، لانكم انتم اهل المرجله والطيب. اي والله.